السلام عليكم ورحمة الله. الأزهر في أسبوع نقدمه لكم من المركز الإعلامي على الهواء مباشرة وأبرز ما فيه. رئيس الوزراء اللبناني: الأزهر قبلة اللبنانيين بجميع مكوناتهم وطوائفهم. الأزهر الشريف يدين سقوط المدنيين جراء العمليات العسكرية بالموصل. وكيل الأزهر يفتتح مؤتمر الطاقة والبيئة المستدامة بجامعة الأزهر. سفيرة بلجيكا بالقاهرة تشيد بدور الأزهر في نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر. أهلا بكم من جديد. استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة. هذا وفي بداية اللقاء أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تهانيه لرئيس الوزراء اللبناني بمناسبة توليه رئاسة الحكومة اللبنانية، مضيفا أن لبنان يمثل ثقلا ثقافيا وحضاريا للمنطقة العربية بما تمتلك من تاريخ طويل في التنوع الفكري والتعايش المشترك بين كافة أطيافه ومكوناته. هذا ومن جهته أعرب الحريري عن تقديره لدور الأزهر الشريف في تعزيز قيم الوسطية والتسامح والتعايش، مشيدا بمؤتمر الحرية والمواطنة التنوع والتكامل الذي حضره أكثر من 200 شخصية إسلامية ومسيحية من الوطن العربي والعالم. وأكد رئيس وزراء لبنان أن الأزهر يمثل قبلة اللبنانيين بجميع مكوناتهم وطوائفهم باعتباره يمثل منهج الإسلام المعتدل، معربا عن تطلع اللبنانيين إلى الاستفادة من تجربة بيت العائلة المصرية. حبيت أجي على الأزهر وهني سمحته على المبادرات اللي عم يقوم فيها، وخاصة المؤتمر الأخير اللي صدر عليه اللقاء من الأزهر بالتركيز على المواطنة والعيش المشترك اللي هو أيضا ما نعيشه في لبنان، وهذا الشيء هو الأساس في التركيز على أنه المواطن العربي وين ما كان في لبنان ولا في مصر بغض النظر عن دينه ولا إيمانه، كان مسلم ولا مسيحي، المهم هو الوطن اللي عايش فيه واحترام الرأي الآخر، هذا هو اللي بهم لبناء الأوطان وبناء الأجيال. فجيت كمان أكد على هذا الموقف ونشجع هذه المواقف، ونحن بتعرفوا موقفنا فيما يخص الاعتدال الإسلامي، ونحن اللي بنشوفه من الأزهر هو فعلا يمكن المنهج اللي فعلا نريد أن يتبع في العالم الإسلامي والعالم العربي. وشكرا. أدان الأزهر الشريف في بيان له استهداف المدنيين جراء قصف قوات التحالف لتنظيم داعش الإرهابي خلال العمليات التي يقوم بها لتحرير مدينة الموصل. كما ذكر البيان أن الأزهر يتابع بقلق بالغ تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة جراء تهدم العديد من المباني السكنية فوق قاطنيها وتهجير المئات من السكان مع نظرة المساعدات الطبية والإيوائية المقدمة لهم. وهذا وطالب البيان الجميع بتوخي كل سبل الحيطة والحذر حتى لا تكون الحرب على الإرهاب مطية لقتل الأبرياء والمدنيين. وفي الوقت ذاته جدد الأزهر الشريف رفضه القاطع لكل الأعمال الإجرامية والإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي باسم الدين، مطالبا بالتكاتف الدولي للقضاء على هذا التنظيم. افتتح فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف المؤتمر الدولي التاسع لكلية العلوم بجامعة الأزهر تحت عنوان الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة. وخلال كلمته قال وكيل الأزهر إن الأزهر الشريف يعنى بالجوانب النظرية والتطبيقية عنايته بالجوانب الشرعية، مستشهدا بالفعاليات التي تنظمها كليات الجامعة بمختلف تخصصاتها في إطار دور الأزهر ومشاركته الفاعلة في كافة القضايا المجتمعية وتقديم الخير لعموم الناس. كما أكد على دور العلماء في توجيه الناس نحو الاستخدام الأمثل للطاقة وحماية النعم التي حب الله بها مصر، محذرا من عدم الاستخدام الأمثل لتلك الوسائل الطبيعية، مشددا على ضرورة الموازنة بين استخدام الطاقة والحفاظ على البيئة وعقد صلح بينهما ليتمتع الناس ببيئة صحية وطاقة آمنة.
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف السيدة سبيل دوكارتن سفيرة بلجيكا بالقاهرة. هذا وأوضح فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء أن رسالة الأزهر الشريف هي رسالة السلام، ويسعى إلى نشرها وإرسائها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية. من جهتها أعربت السفيرة البلجيكية عن تقديرها لدور الأزهر في نشر ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر ومواجهته للأفكار المتطرفة، مؤكدة أن زيارتها للأزهر تأتي في إطار حرصها على الاستماع لرؤية الإمام الأكبر في القضايا التي تهم العالم. ختام هذه الجولة وأبرز ما ورد فيها: رئيس الوزراء اللبناني: الأزهر قبلة اللبنانيين بجميع مكوناتهم وطوائفهم. الأزهر الشريف يدين سقوط المدنيين جراء العمليات العسكرية بالموصل. وكيل الأزهر يفتتح مؤتمر الطاقة والبيئة المستدامة بجامعة الأزهر. سفيرة بلجيكا بالقاهرة تشيد بدور الأزهر في نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر. ختام هذه الجولة قدمناها لكم من المركز الإعلامي على الهواء مباشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، كما يمكنكم متابعة الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.